قسم مالك طلابه تسمعها وتمنى انك توافق عليها. عم الشيخ راجي يعرض الصلح. على وش نصلح؟ احفار دفان على ما خفى وبان. ومن اللي حضر الصلح؟ كل الشيوخ الا كايد. ما نصلح معه ذباح الدخيل، ما يقعد مقاعد رجال. الخير يقول ويغير والمذنب يتسامح. انا قلت قولي ما يرد. قايد ما يقعد مقاعد رجال ولا يشرب قهوة الاجاويد. الا يا اخليوي الصلح وين يصير؟ ببيت الشيخ راج. ها؟ هو ليه مو هو بيت الشيخ فوزان؟ نتفق على المكان عند حد الشيوخ اللي ما لهم عداوة مع أحد. يا وجوه الخير يا الغانمين، الهرابة ما يجي من وراها غير سيل الدم. وخطيت الأرامل واليتامى ترى برقابنا. ها وش جواب الشيخ؟ انت شاور والرد عليك.